أجل إحياء الطرب الشعبي والعودة قليلا إلى أيام الزمان الجميل، عندما كان الراحل الفنان الكبير الهاشمي قروابي يصدح بصوته الخلاب. هذه المسابقة الوطنية لاكتشاف وتبقية المواهب الشابة في طبعتها السابعة راح تكون، كنا احنا قدمنا شباب اللي كانوا اكثر من 200 مشارك اللي سجلوا معنا. المناسبة هذه تاع الهاشمي الله يرحمه مع لي كونديدا اللي يحبوا قروابي هادو، ما شاء الله اللي راهم جايين كما قال يورا كما قال ان شاء الله. الحفل البهيج شهد حضورا كبيرا للجمهور، عرف بتقديم الجوائز للفائزين من أجل تشجيع المواهب الشابة التي أثبتت جدارتها، حيث استعاد الجمهور ذكرياته مع هذا الفن الأصيل. الحمد لله أني احتليت المرتبة الأولى في الطبعة السابعة لجائزة الهاشمي قروابي، وهذا يعني بعد 3 أيام من المنافسة. الكونكور كانت قوية لأنها كانت تحتوي على أصوات بقدرات عالية، فلهذا أدى إلى التخوف والمعامل الاجتهاد أكثر. الحمد لله، هذه على كل حال قبل ما تكون مسابقة راهي أوماج لشيخنا الهاشمي قروابي ونحبه بزاف.